هل صار الوحدات ممثل لفلسطين والفيصل ممثل للأردن؟ هل صار صاحب الملوخية ممثل لفلسطين والمنسف ممثل للأردن؟ ساووا منسف بملوخية وخلص استوى العدس. إخواني أنا بحكي من حرقة من ألم، لأننا قاعدين هون الآن. الأخ طاهر فلسطيني والأخ عبد الرؤوف أردني، من قال ذلك؟ على فكرة أردنيته كأردنيتي إن لم تزد، وفلسطينيتي إن لم تكن كفلسطينيته فهي أزود. بنطرح المواضيع بمصداقية، اسحوا ظلوا تحكوا أردني فلسطيني.